بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أبنائي أحبائي طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس معالم التربية الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع الوحدة الرابعة وكفاية التواصل الكتابي من درس الكتابة الوظيفية. ينبغي عزيزي الطالب مع نهاية هذه المحاضرة أن تكون قادرا على التعرف على مدلول الكتابة الوظيفية وتحديد خصائصها واكتساب مهاراتها والتعرف على أنواعها، كذلك الربط بينها وبين حياتنا اليومية. فهيا بنا نبدأ درسنا على بركة الله تعالى ومع مدلول الكتابة الوظيفية. ما المقصود بالكتابة الوظيفية؟ هي كل ما يكتبه الإنسان لأداء مهام عمله أو لجلب مصلحة أو لدفع مشكلة أو للمحافظة على العلاقة بين الناس. وللكتابة الوظيفية أنواع كثيرة في الحقيقة، منها التقارير والمحاضر والعروض التسويقية والتلخيص إلى غير ذلك من الأنواع التي ستأتي بمشيئة الله تباعا. الخصائص العامة للكتابة الوظيفية: أسلوبها في الغالب علمي، خال من العبارات الموحية أو العبارات الأدبية، لأنها لا تعتمد على العاطفة والخيال كما تعلمون، وتخلو من الألوان البلاغية المختلفة من تشبيه واستعارة وكناية إلى غير ذلك. كما أن دلالاتها واضحة وقاطعة ولا تستلزم مهارة خاصة أو موهبة معينة، فيفهمها الإنسان العادي، لأنها تربط الفرد بمجتمعه ومتطلبات مهنته. وأنماط هذه الكتابة موحدة عالميا ومتعارف عليها. أنواع الكتابة الوظيفية: في الحقيقة الكتابة الوظيفية لها أنواع كثيرة، منها الرسالة الإدارية. والرسالة الإدارية هي كل رسالة ترسل إلى مسؤول أو لأي جهة حكومية بهدف تأمين مصالح الإدارات الحكومية أو المؤسسات التجارية. مجالات الرسالة الإدارية: منها التقدم بطلب وظيفة وهي رسالة الطلب، أو التقدم بشكوى في رسالة الشكوى، أو كذلك إعلام المسؤولين بعقد اجتماع، أو يعني التقدم بطلب قضية من القضايا في مختلف المجالات للفصل فيها، أو حتى رسالة لعرض بيع سلعة معينة في جهة مخصوصة. العناصر الفنية للرسائل الإدارية تشمل الرسالة الإدارية ثلاثة عناصر. العنصر الأول الافتتاح، وهو يبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم كما تشاهدون، والتوجيه سعادة الأستاذ أو سعادة المكرم، ثم التحية الافتتاحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العرض وهو العنصر الثاني من عناصر الرسائل الإدارية بيشمل موضوع المشكلة أو الطلب والدوافع التي أدت ودفعت بالكاتب إلى الشكوى أو الطلب. ثم نأتي إلى الخاتمة، تشمل التحية الاختتامية والاسم والتوقيع والعنوان والتاريخ. التقرير: ما هو التقرير؟ التقرير هو عرض كتابي البيانات والمعلومات والحقائق الخاصة بموضوع معين
أو مشكلة معينة، لكن يجب أن يتحلى التقرير بمجموعة من الخصائص، منها أن يكون مبسط، أن يكون التقرير الذي يعني يكتب يتصف بصفة النظام، أن يكون منظم، وأن يذكر النتائج والاقتراحات في ثنايا هذا التقرير التي تم التوصل إليها. كذلك أن يكون الأسلوب، أسلوب العرض لهذا التقرير يعني في نوع من البساطة ونوع من التبسيط بحيث يسهل على القارئ فهمه. العناصر الفنية للتقرير هي في الحقيقة 4 عناصر. بداية التقرير وتشمل على عنصري الافتتاح والمقدمة، ثم العرض وهو صلب التقرير يشمل على يعني عرض المعلومات والجداول والرسوم البيانية وغيرها مما اشتمل عليه التقرير، وأخيرا نأتي إلى خاتمة التقرير بما تحويه من النتائج والتوصيات. شروط إعداد التقرير الجيد: يجب أن يتصف التقرير بمجموعة من الخصائص والتي نجملها في الوضوح كما سبق. التقرير لابد أن يكون واضحا في ألفاظه ودباجته، كذلك الدقة المتناهية في نقل المعلومة والموضوعية التي يعني تبتعد عن الذاتية وتتمتع بالشفافية المطلقة، الإيجاز والتسلسل المنطقي في عرض المعلومات، كذلك الإقناع عزيز الطالب من خلال الأدلة والبراهين المقدمة على صحة البيانات الواردة في التقرير، وأخيرا العرض التوضيحي من خلال الرسوم والجداول والأعمدة البيانية. نأتي إلى نوع آخر من أنواع الكتابة الوظيفية وهي المحاضر حقيقة، والمحاضر توثيق لكل ما يدور في الاجتماعات. يقوم المقرر بتسجيل الوقت والمكان وعدد الحضور وأسماء الحضور، كذلك ما يجري في الاجتماع من مناقشات واقتراحات وتوصيات. التقرير له 3 عناصر فنية: المقدمة تشمل اليوم الذي عقد فيه الاجتماع وتاريخ هذا اليوم ومكان الاجتماع ورقم الاجتماع والرئيس الذي يدير هذا الاجتماع، كذلك عدد الحضور والغياب. العرض يسجل في جدول الأعمال والقرارات والتوصيات التي تم التوصل إليها. وأخيرا الخاتمة، يحدد في هذه الخاتمة الاجتماع القادم ووقته ووقت الاجتماع القادم وكذلك توقيع الحضور. إذن للمحاضر 3 عناصر: المقدمة والعرض والخاتمة. لكن عزيز الطالب احذر أن للمحاضر يعني مهارات يجب أن يتصف بها مقرر المحضر، وهي مهارة الاستماع الجيد في المحاضر، كذلك تدوين كل ما يدور من معلومات، ويسجل كما سبق أن ذكرنا المقرر العناصر التي نوقشت والتوصيات والقرارات التي تم اتخاذها. نأتي إلى العروض التسويقية، والعروض التسويقية كما تعرفون تقوم على التكسب والربح، فهي عبارة عن تأليف كلمات من أجل الترويج لتحقيق مصالح للمصدر للجهة المعلنة
أو الجهة التي تقوم بعرض الإعلان والعرض، والمتلقي اللي هو يعني ما يعرف بالزبون الذي يعني أو المشتري، بحيث تتم هذه الصفقة وتحدث المصالح المتبادلة للمصدر والمتلقي. قال يقنع مثلا بالشراء أو الترويج للمنتج أو إعلام المستهلكين بالعروض الجديدة. لكن ما هي العناصر الفنية للعروض التسويقية؟ يجب يعني أن يتمتع العرض التسويقي والإعلان بصفات تجعله مصدر جذب ويعني عامل تشويق للمتلقي. منها أن يكتب بخط واضح جدا كلمة إعلان، ويبدأ بكلمة يعلن أو تعلن، ثم كتابة الجهة، اسم الجهة المعلنة، وكتابة الفكرة الرئيسة للإعلان، وأخيرا التفاصيل، تفاصيل هذا الإعلان، يعني زمان هذا الإعلان ومكانه وصفاته والشيء الذي سيتم الإعلان عنه. خصائص العروض التسويقية: يجب يعني أن تتمتع العروض التسويقية بمجموعة من العناصر، منها تحديد فكرة الإعلان بوضوح، واختيار الوقت المناسب للإعلان، وكذلك المدة التي سيتم عرض الإعلان فيها، واختيار العبارات الواضحة، وتحديد أيضا الجمهور الذي يعني سينتفع بهذا العرض أو هذا الإعلان، كذلك مراعاة الإيجاز وجمال الإخراج للعروض التسويقية، يعني من أجل إيجاد عامل الإثارة والجذب للمتلقي. في نهاية هذه الرحلة عزيزي الطالب، تخيل نفسك أحد مشاهير وسائل الإعلام، وقم بمحاكاة هذا الإعلان الموجود في صفحة 26 و100 في الكتاب المدرسي. قم بإعادة تصميمه ليكون أكثر تشويقا. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم إليكم بالشكر، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.